مساء الخير مشاهدينا الكرام في برنامج أخبار البلاد. اليوم في حلقتنا نتحدث عن استعدادات هيئة السلامة الوطنية للاحتفال بيوم السلامة أو الحماية المدنية في صورة تعبر عن تحدي الصعاب من أجل إظهار بنغازي بأجمل صورة، وأيضا عن آلية العمل في ظل الإمكانيات الصعبة التي تعاني منها الهيئة. وحول هذه الاستعدادات حيكون معي ضيوف إن شاء الله اليوم في الاستوديو: الأستاذ توفيق الشامخ رئيس اللجنة العليا للاحتفال، وأيضا الأستاذة تيهان الشريف عضو اللجنة التحضيرية، والأستاذ رمضان جهاني عضو اللجنة العليا عبر الأقمار الصناعية. ولكن كيف ما تعودتم معنا دائما في أخبار البلاد، خلونا مع أولى فقراتنا وهي فقرة من البلديات. ونبدأ أخبارنا اليوم من سبها، حيث أقامت إدارة مشروع التطوير المعلوماتي بجامعة سبها ورشة عمل عن الإدارة الإلكترونية وتفعيلها في إدارات وكليات الجامعة، وذلك في قاعة الدراسات العليا بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الهندسية والتقنية. أدار الندوة الدكتور مسيب مصباح عميد الكلية، والدكتور المهدي الشريف مدير إدارة المشروع، والدكتور المبروك حسن وكيل الشؤون العلمية لكلية العلوم. وقد حضر الورشة وساهم فيها مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام العلمية بكل من كلية التربية وكلية القانون وكلية العلوم الهندسية والتقنية. وفي ترهونة أقيمت ورشة عمل بخصوص ذوي الإعاقة وتنمية القدرات والتغلب على الإعاقة، أقامتها منظمة الهنديكاب انترناشنال برعاية اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، وضمت العديد من الجمعيات الخيرية وأفراد من ذوي الإعاقة بمدينة ترهونة. ومنها للمرج، حيث أشرف عميد البلدية المقدم وهب الرخ ووكيل ديوانة ورئيس الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس وبعض من مسؤولي القطاعات ورؤساء الأندية الرياضية بالبلدية على وصول صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الرياضية المرج، حيث ستضم الصالة عدد 4 ألعاب رياضية وهي لعبة كرة السلة ولعبة كرة الطائرة ولعبة كرة اليد ولعبة كرة القدم الخماسيات. أو تعد هذه الصالة الرياضية من أحدث الصالات في أوروبا والمعتمدة عالميا من قبل الاتحاد الدولي الفيفا. ونختتم أخبارنا من الكفرة، حيث عقد فيها اجتماع مشترك بين جمعية الخنساء للمرأة الليبية ومنظمة سواعد الأمة للتنمية والتطوير في إطار الاستعداد لإقامة دورة البيوت السعيدة والمزعم انعقادها في شهر أبريل القادم. ويذكر أن الدورة تحتوي على عديد البرامج، منها سلسلة من المحاضرات التي تمثل في القيم الدينية والصحية لعدد من الشباب والشابات المقبلين على مشروع الجواز الجماعي بالبلدية. انتهت أخبارنا، أكيد الآن حنكون مع أهم فقرة في برنامجنا وهي فقرة ضيف وملف.
جهود تبذل فتشكر، تفاني وإخلاص في العمل، عطاء بلا حدود، بروح معنوية عالية وبعناصر وطنية جعلت كلمة السلامة أولاً جزء من حياة الجميع. هيئة السلامة الوطنية رجال على خط النار يحتفلون كل عام في الأول من مارس بيوم السلامة المدنية. نحاورهم اليوم لنتعرف على استعداداتهم في ظل الظروف الراهنة. توفيق الشامخ رئيس اللجنة العليا للاحتفال معي اليوم، أيضاً مرحبا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك. وأيضاً سيكون معي الأستاذ رمضان الجهاني عضو اللجنة العليا، وأيضاً الأستاذة تهاني الشريف عضو اللجنة التحضيرية. مرحبا بكم إن شاء الله معي اليوم، مرحبتين بكم. نبدأ معك سيد توفيق، يعني بما أنك اليوم تمثل هيئة السلامة الوطنية، لو عرفنا المشاهد اليوم عن هيئة السلامة الوطنية، عن أقسامها، عن معاناة رجالها، ثم نتواصل ونتحدث عن الاحتفالية اليوم الغد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول بادي نشكر القناة الحدث على توفير هذه الفرصة القيمة لنوضح صورة هيئة السلامة الوطنية في مدينة بنغازي. نعم. طبعا هيئة السلامة الوطنية في الفترة الماضية طبعا خرجنا عدة لقاءات فيما يتعلق بالإمكانيات الخاصة بهيئة السلامة الوطنية، وكان يعني طبعا وضعها سيء للغاية، وكان يعني بصراحة وجهنا نداء لجميع المسؤولين في مدينة بنغازي. طبعا قابلنا السيد عميد بلدية بنغازي أخي المستشار عبد الرحمن العبار، زارنا طبعا وشاف الوضع على الطبيعة كله بالكامل وأبدى استعداده أن يصلح لنا ويصبي لنا. فعلا طبعا تم تصليح عدد 3 سيارات داخل الهيئة. طبعا نشتغل اليوم طبعا مكونات هيئة السلامة الوطنية متوفرة في قسم الألغام والمفرقعات طبعا والتفتيش والإنقاذ البحري ووحدة الإطفاء. هذه طبعا مكونات هيئة السلامة الوطنية. نحن طبعا الهيئة طبعا هي ما زالت تعاني من قلة الإمكانيات وبرنامجها، يعني ما زالت تبي وقفة يعني. نعم. بعض المسؤولين نحن طبعا حبينا السنة أن نحن حنحتفلوا كل عام، كل واحد يعني كل ثلاثة تحتفلوا عام يعني حتى في أضعف الإمكانيات وفي الإمكانيات أصعب الظروف ووضعنا هضاهي، ولكن نحن لم نيأس في هيئة السلامة. نعم. الوطنية نحن لابد ان احنا حنظهر لاي شخص او اي مسؤول ولا للعالم في الداخل والخارج ان هيئه السلامه الوطنيه لم تيأس في خدمه الوطن والمواطن. طبعا نحن حبينا يعني واكدت واصرينا يعني كان معي اخي وسيدي العميد عبد العزيز العرفي رئيس هيئه السلامه الوطنيه بمنطقه الشرقيه. نعم. على اكد ان تكون الاحتفال على مستوى مدينه بنغازي كلها بالكامل بالرغم من قله امكانياتنا. طبعا شكلنا عده لجان تعمل خلال 24 ساعه من أجل إظهار الهيئة في الصورة الصحيحة وفرحة أهالي مدينة بنغازي بانتصار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الإرهابيين اللي كانوا جاثمين على مدينة بنغازي. ونحن طبعا اللجان نحن على أساس يكون الموضوع حجمه كبير في مدينة بنغازي ومشاركة أهالي مدينة بنغازي بانتصار القوات المسلحة، حبينا لهيئة السلامة الوطنية أن يكون الفترة الصباحية شرح لهيئة السلامة الوطنية وعمل هيئة السلامة الوطنية، وفي الفترة المسائية مشاركة أهالي مدينة بنغازي بهذه الفرحة وفرحة اتصالاتنا في. نعم. ربما يعني كيفية الاحتفال وتخطيطه وتنسيقه وين حيكون أساسا حتحدث عليه الأستاذة تهاني، حنحكي معها في نفس الموضوع، لكن خليني ننتقل من حضرتك للأستاذ رمضان اللي معي على أقمار عبر الأقمار الصناعية. نقول مرحبتين بك سيد رمضان. سيد رمضان الجهاني عضو اللجنة العليا معي. مرحبا. مرحبا سيدي. مرحبتين بك سيد رمضان. سيد رمضان، لو تحدثنا عن اليوم العالمي للسلامة أو الحماية المهنية، ما المقصود بها اليوم في حد ذاته يعني؟ طبعا هذا اليوم. نعم. هذا اليوم هو يوم يحتفل به كل العالم على مستوى العالم، يوم عالمي. طبعا مواكبة هيئة السلامة الوطنية مثل هذه الاحتفالات هو نشر وثقافة ووعي السلامة والحماية المدنية لكل أفراد المجتمع.
فمن خلال دور هيئة السلامة بمعنى نشكر أولا بمعنى يعني خشينا في الموضوع دغري نشكر قناتكم الموقرة على استضافتنا وإتاحة الفرصة هذه بالتوضيح للمواطن دور السلامة هيئة السلامة الوطنية ويوم الحماية المدنية اللي هو يوم العالمي يحتفي به كل العالم. نقدم جزيل الشكر للسيد رئيس اللجنة العليا السيد توفيق الشامر على جهد المبذول بأمانة يعني طول الوقت وفي اتصالات وفي اجتماعات أكثر من 7-8 اجتماعات في المساء وفي الصباح ويعني متواصل بصراحة مشكور والطاقم بالكامل مش نقصه حد كل من ساهم معنا في اجتماعاتنا وفي لقاءاتنا وفي تواصلنا وفي دعم هذا البرنامج لإظهاره على مدينة بنغازي الحبيبة لفرحة بنغازي وإتاحة كما تقول كل شرائح المجتمع للمشاركة في هذه الاحتفالية لإظهار البهجة والسرور على مواطنين مدينة بنغازي. في نعم في كل الصباحية. عام سيد رمضان في كل عام طبعا يعني هو يوم شعار. هذا هو يوم 1 مارس من كل عام تحتفل اللي هو يوم الغد إن شاء الله. أي نعم يحتفلوا اللي هو يوم غدا يحتفلوا به العالم وعلى سبيل المثال نحن نواكب هذه الاحتفالية مواكبة العالم الدول العربية بكرة كلها محتفلة يعني نعم تحت أي شعار تحتفلون هذا العام ربما العام الماضي أو اللي قبله كانت السلامة والصحة هي مطلب للجميع هذا نعم. العام ما الشعار اللي وضعتموه يعني كهيئة هو شعار هو كان شعارنا نحن السلامة سلامة للجميع نعم سلامة للجميع والفرحة والبهجة لأهالي مدينة بنغازي أولا يعني فانطلقنا هذا البرنامج والحمد لله حتى يكون في تواصل ما بين كل أطياف المجتمع نحن دور الحماية المدنية يعني في المنازل لازم يكون في توعية وإرشاد توصيل لربات البيوت من حماية أطفالهم وحماية أنفسهم من المخاطر في البيت من النيران نعم هي السلامة مطلوبة في كل مكان يعني في البيت في المدرسة في الشارع نعم. في طبعاً كل مكان كل ما نرتقي بالتوعية وكل ما نرتقي بتوصيل المعلومة للحماية من أخطار بيئة أو الأخطار اللي هنا في المنازل أولا أخطار أوقات حتى في الشارع صاحب اليقود في المركبة لازم يكون عنده طفاية هي حجمها 2 كيلو لكن لا قدر الله لما يصير حريق في المركبة متاعها هينقذ ممكن برضو ينتقل أوقات حريق لمركبة أخرى يكون هو عنده في سيارته اسطوانة إطفاء الحريق يعني ساهم في شنو إنقاذ أرواح وإنقاذ برضو حتى السيارة من يعني من الهلاك فدور الهيئة هو نشر ثقافة الحماية المدنية في كل بيئات العمل في كل المنازل في كل الميادين وين ما يكون تواجد الإنسان الحماية هو نشر بسيط جدا يعني ثقافة يكون لازم يكون نحن نكون عندنا دراية لو كان حطينا اسطوانة اطفاء في البيت راح حمتنا من مخاطر كبيرة فادحة لو حطينا اسطوانة اطفاء في المركبة نفس 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 القصة فلازم أنا يكون المواطن مدرك ان قيمه الطفايه رمي هزاش عليها نعم يعني هي السلامه الوطنيه او هيئه السلامه الوطنيه في حد ذاتها هي بس تعتمد على طفايات الحريق يعني لا. داخل البيوت او داخل المستشفيات او الاماكن الثانيه في اشياء اخرى ربما ينتج عنها الحريق نعم استاذه هو 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 نشر نحن هذه عباره نحن الهيئه نحكي على الدفاع المدني والمطاء والاطفاء والحاجات والامكانيات بتاعت الهيئه السلامه نشر السلامه الصحه المهنيه برضو سلامه صحه المهنيه من دور الهيئه من ضمن نحن كلجنة برضو في لجنة في وزارة العمل نعم. لجنة السلامة والصحة المهنية يعني عضو فعال هيئة السلامة الوطنية على مستوى ليبيا نعم. يعني دورها مهم جدا هو لما كل ما نديروا خطط ونديروا استراتيجية في حماية المواطن يدخل فيه الإجراءات الوقائية أولا يعني نعم. هي الوقاية خير يعني من نعم العلاج الوقاية خير من العلاج يعني. نعم الوقاية خير من العلاج لما يكون فيه ترتيب وفي نشرات وفي إجراءات وقائية وفي برضو تنبيه اللي هو عن طريق شنو عن طريق كتيبات إرشادية توعية عن طريق توعية عن طريق حلقات نقاش في نختاروا أي مشكلة نعم. داخل المجتمع ونتحدث عليها وندير لها حلول يعني لما في نشرة تصدر يعني عن طريق الهيئة السلامة الوطنية للمواطن يعني على طول العام فهو المقصد بالاحتفالية هذه إبراز هذه دور الهيئة في مجال الحماية المدنية داخل المدينة نعم. فمن خلال مشاركة كل أطياف المجتمع إن شاء الله بكرة حتشوفوا البرحة الفرحة على وجوه
الناس في نعم مدينة بإذن بنغازي. الله سأنتقل منك سيد رمضان إلى أستاذة تيهاني الشريف، مرحبتين بك معي اليوم. مرحبا. أستاذة تيهاني، يعني بما أنك أنت من الفاعلين أيضا ومن عضو في اللجنة التحضيرية اليوم، حدثيني عن يوم غدا، كيف حتكون فعاليات الاحتفال أساسا؟ أولا مرحبتين بكم وبارك الله فيكم على استضافتكم ولإظهار الاحتفالية اليوم الغد. طبعا الاحتفالية يوم الغد حتنقسم إلى فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية حتكون في مسرح الطفل، فيها عدة فقرات متنوعة لتوعية المواطن بالعمل اللي تكون به هيئة السلامة المدنية. طبعا المواطن خافي عليه أمور كثيرة، يعني كما تفضل الأستاذ رمضان والأستاذ توفيق، فيه شفنا أن المواطن ما عندهش خلفية تامة على هيئة السلامة، شنو هو برنامج هيئة السلامة. فكان برنامج الاحتفالية أن نحن نبينوا عمل هيئة السلامة عمليا للمواطن من خلال مهرجان اللي هو حيكون في الفترة المسائية. حيكون يوم واحد هذا المهرجان؟ حيكون غدا بإذن الله في الفترة المسائية في حديقة 23 يوليو بإذن الله. حيكون يعني المواطن مش عارف أن هيئة السلامة من ضمنها مش عبارة عن إطفاء. نعم، هم الكل يعرف أن هيئة السلامة معناها سيارة إطفاء حريق وإطفائي لا غير. هم عندهم مهام في الإنقاذ البحري، عندهم مهام أخرى في المفرقعات، إزالة مخلفات الحرب، إزالة مخلفات الحرب، عندهم في الزلازل، البراكين، الفيضانات، هذين كلهن من مهام هيئة السلامة. عشان هيك نحن كانت بكرة فقرتنا المسائية مركزة على البرامج العملية أو العرض العملي أمام المواطن عشان يشوف شنو هن مهام الهيئة السلامة. الاحتفال يعني حيكون كبير جدا بإذن الله، إن شاء الله حيشارك فيه طبعا أول أهم شيء حيشارك فيه الإطفاء الصغير، وهذه يعني حاجة لأول مرة تصير في ليبيا. نعم، هو برنامج الإطفاء الصغير حنحكم معها سيد توفيق عن هذا البرنامج وعن استحداثه وكيفية إدارة هذين الفقرات. نعم. هذين الفقرات حيكون فيه عروض للقوات الجوية بالإنزال. وطبعا أكيد. والشيء الآخر بنوصلوه، الفكرة الثانية بنوصلوه أن عندهم حتى هم كهيئة سلامة عندهم الإنقاذ الجوي، عندهم فريق، وهذا هو السبب أن اللي احنا طلبنا يكون في إنزال يعني ما يقول لك شنو العلاقة ما بين الاثنين. نحن عد الهدف من الاحتفالية بنوجهه عدة رسائل للمواطن في بنغازي، اللي هي نمروا لهم شنو هن الأساليب أو ما هن الأشياء التي تقوم به هيئة السلامة، أعمال هيئة السلامة الوطنية هذه بالنسبة لمدينة بنغازي. بالنسبة لليبيا بنوصلوا لهم الرسالة أن راهو بنغازي، مدينة بنغازي بادية تسلك خطى الدولة المدنية أو المدينة المدنية. الرسالة الثالثة اللي بنوجهوها للعالم اللي هي بنوروا لهم أن هذه مدينة بنغازي متكاثفة، فيها جهود بين رجال الشرطة ورجال الجيش، أظن حيكونوا متواجدين غدا، والأمن والمواطن الركيزة الأساسية اللي هي المواطن، كيف هو حط يده بيد هالجهات الأساسية في الدولة واللي هي تشكل من الأساس الدولة المدنية اللي لازم يكون فيها جميع هذه المؤسسات. فهذه فكرة يعني كانت الاحتفالية. يعني غدا إن شاء الله حنشوفوا مهرجان، أغلب أهالي بنغازي ومدعوين أكيد لحضور هذا المهرجان. أنا يعني نوجه لهم دعوة باسم الهيئة، يعني نتمنى الأستاذ توفيق حتى حيقدم دعوة للمواطنين بكرة سواء في مسرح الطفل أو في الفترة الصباحية في مسرح الطفل، وفي الفترة المسائية اللي هي من عند الساعة 4 حيكون في مسيرة من الهيئة إلى
الحديقة، ونتمنى أن أهالي بنغازي يكونوا متواجدين غاد في هالمكان، لأن نتمناهم يحضروا، لأن لأول مرة يصير مهرجان بهالشكل وبهالحجم، مش على مستوى بنغازي بل على مستوى ليبيا، ونحن فخورين أن ليبيا أن بنغازي قامت بهالمهرجان بالمصادفة مع تحرير مدينة بنغازي. يعني اثنين في واحد، ونحن سعيدين جدا أن كانت في فترة قريبة من تحرير مدينة بنغازي بالكامل، وأن هذا حيكون أول مهرجان لمدينة بنغازي بهالضخامة بهال. نتمنى أن فعلا في مهرجان يكون الهدف المرجو منه يحدث فعلا، ونتمنى أن هو الكل يحضر هالمهرجان والكل يستفيد يعني من هذا المهرجان بإذن الله. سيد توفيق، لو رجعت لك يعني هيئة السلامة الوطنية قدمت رجال، يعني قدمت شهداء ما زالوا عندهم رجال في خط النار، ضعف الإمكانيات الكل يشتكي منه، وإحنا تحدثنا عليه في بداية الحلقة. اليوم التدريب والتطوير يعني لرجال هيئة السلامة الوطنية محتاج إلى خطط، إلى ورش عمل، ماذا عنها لديكم اليوم؟ والله أختي فتحية، طبعا هيئة السلامة الوطنية يستوجب يعني استدعاء مختصين في السلامة في تدريباتهم في يعني يكون خارج ليبيا. السلامة طبعا هي بحر راهي، هو عمل فني وعلى يعني شغل علمي يعني. طبعا احنا حكينا واجه على امكانيات وعلى وضع هيئه السلامه الوطنيه وشنو هي السلامه الوطنيه، يعني ما فيش واحد ممكن في ليبيا يعلم الحال اللي نعنوا فيه، ولكن نحن سبق وقلت لك ان نحن بالرغم من هذه المآسي نحن حنحتفل باليوم العالمي. انت عارفه اليوم العالمي راهو شغله ماهو سهل يعني. صحيح، نحن كنا في النظام السابق كان يكتفوا بالمطويات يوزعوا فيه، ولكن نحن احتفلنا توعوي ارشادي يعني هيئه السلامه الوطنيه ساندت القوات المسلحه من البدايه في عملها اكيد، هم رجال الميدان. في 2016 وفي 2017 نحن احتفلنا في 2016 و17 كان الضرب والقتال للقوات المسلحه للخوارج من جهه. نحن انت عارفه موقعنا موقع لخط النار، صحيح، وكنا تعرض للاعتداء حتى الموقع، كنا نحتفل حتى الموقع تعرض للاعتداء في فتره سابقه، تعرض للاعتداء يعني اكثر من مره. السنه انا حنحتفل بانتصار القوات المسلحه، حنحتفل باليوم العالمي انتصار القوات المسلحه، الثار للشهداء في مدينه بنغازي. نعم، خاصه في التفجير الاخير في السلماني كان طبعًا عندكم شهداء. طبعًا انت عارف احنا نحن 20 شهيد. نعم، نحن يعني خسرنا رجال من اجل هالمدينه. نحن عندنا بكره طبعا كما قالت اختي تهاني، بكره حيتم ضيوف مسؤولين يتم حضورهم غدا ان شاء الله في الفتره الصباحيه لتقديم طبعا تكريم للشهداء واسرهم، ويعني عرض صور الشهداء واغاني الاطفال، حيكون يعني طبعا حيتفاجئوا به الحاضرين طبعا بفضل سواعد الاعضاء اللي موجودين معنا. طبعا تحيه شكر وتقدير حقيقه فتحيه لاخي وصديقي الاستاذ احمد بريدان. بصراحه هذه الشخصيه مدير اداره صندوق التضامن، يا سلام، هذا شخصيه وطنيه بامتياز. انا فعلا قال لي انا ما يهمك شيء، اي شيء من اجل مدينه بنغازي ولو على حسابي الشخصي. ما عندكش مشكلة، دق وأنا معك. يعني بصراحة هذا الشخص يعني نوجه له تحية في هذا المساء الطيب. كما يعني لكن أنت هربت من سؤالي تو، اللي هو أنا سألتك عن الدورات وعن التطوير الدورات والتدريب. الدورات التأهيل يعني قلت لك نحن نحتاج تدريب مكثف يعني من مختصين في السلامة. يعني أنت بعد ما تبي يعني بعد ما تبي تعطي دورات، تتصوري أنت العالم راهو تطور في هيئة السلامة الوطنية. نعم، لكن هنا في نحن رانا ما زلنا عندنا مركز تدريب وتطوير، فهمتي؟ ولكن نحن ما زلنا نراوحوا مكاننا في التدريبات. يعني في بلدي بنغازي تقريبا شفت أنا في نحن عندنا في مركز معاهد للتطوير وللتدريب، ما فيش بينكم وبينهم اندماج أو بينكم وبينهم تواصل من أجل التدريب نحن والتطوير. نحن عندنا مركز تدريب وتطوير كويس، دربوا يعني على الاطفاء، دائما الاطفاء والسياره يعني نفس بخلطه. المعلومات ما فيش حاجه جديده، هو يعني اغلبيتها كلها اطفاء. نعم، يعني حتى بعد ما جينا
لا ممكن نعطيك معلم على الاطفاء، يجيك معلم اخر على الانقاذ، يجيك معلم اخر على المفقعات. نفس المعلومات انت تبي تقولها، نفس المعلومات يعني كلام اللي مازال الاولي. انا نبي تطوير لهيئه السلم الوطني. في بعثة الامم المتحده في الفتره الماضيه يقولوا انهم هم جو البنغازي ودربوا عدد تقريبا 48 شخص من بينهم عدد من الهندسه العسكريه وخذوا عدد من رجال هيئه السلم الوطنيه. في منا كلام هذا ولا لا؟ طبعا في منا، وعدنا نحن مجموعه من قسم المفرقعات خذوا الدورات طبعا في تونس. نعم. في موضوع الاسعافات انت عارف قسم المفرقعات يعني هو المفروض بعد ما يطلع رجل المفرقعات اذا كان الالغام وغيرها حتطلع مع سيارة اسعاف. صحيح. نحن في اي لحظه يتعرض رجل الاطفال للعمليه هذه داروا لهم دوره انك انت كيف تنقذ الانسان عندما يتم انفجار الغامه وغيره وبرنامج كيف اسعاف. حتى الدورات يا فتحيه يعني اسبوع و10 ايام ماهوش دوره فعلا. بيني وبينك يعني نحن جانا دورات يقول لي والله تعدي 7 ايام من فرنسا تعبها أكثر منها، أكثر من المعلومات اللي حصلنا. بالضبط بالضبط. يعني تو موضوع التدريب والتطوير في أي السلم الوطنية هذا تبيلة دراسة كاملة. يعني جو مختصين حيزوروا الهيئة السلم الوطنية هنا بالذات في بنغازي. يعني تبوا برنامج مكثف للتدريب مكثف والتطوير. يعني مكثف. نحن ممكن عندنا معلم ولا اثنين ولا ثلاثة فهمتي. يعني ممكن أهو عندي طلعين. أصبحت معلوماتهم مستهلكة. يعني نفس دول نحن في حلقة واحدة يعني ما فيش تطوير. تو هالمعلم اللي عندنا ضل أنت كم دورة مرة اثنين ثلاثة أربعة يعطيك. نعم. ولكن احنا مازلنا نروح مكاننا. يعني بصراحة في إهمال كبير لهيئة السلم الوطنية. بما أن عليها عبء كبير جدا داخل كبير بنغازي. يعني. عبء كبير لأن المختصين اللي يعرفوه يعيشوا هيئة السلم الوطنية أنها كمختص. نعم. يعني أنا مش عايش وقحها. تصوري أنا أقول لك على حاجة. أنا كم من هيئة السلم الوطنية باهي والله أنا ننظر للإطفائيين، أنا عمري ما طلعت مع أطفال، تصور. نعم. أنا عمري ما طلعت مع أطفائيين بخ. والله عمري ما طلعت من رجل الألغام وعاد يشوف، ولكن أنا كنت رافق فيه مش شوف فيه كيف يشتغلوا. شفت الفني بتاع الألغام كيف أنا نبقى كارث ورا السيارة وهو قاعد مسكين يفك في الغب، يعني بيقل الامكانيات، يقل جهوده واقل امكانيات. اجي رجل اطفاء يبقى، نحن في فندق تبستي شب حريق طبعا في المخزن الخلفي هذا الايام الماضيه. صحيح. وكنا باقل الامكانيات، وقابلها انا حذرت وكلمت وفعلا صار. ولكن نشكر شركه الخليج متمثله في الاستاذ مدير اداره السيد رضا الكزة. نعم. نمسوا عليه في هذا اليوم الطيب. الأستاذ صالح منسية كان لهم بصراحة دور فعال يعني في إخماد الحريق اللي سب في طبعا في أحد المخازن اللي خاصة بالفندق، سيطرنا فيه خلال ساعات. طبعا الفترة هذه اللي صار فيها الحريق وكان حريق كبير باهي، كنا نحن نملك سيارة واحدة فعلا، ولكن صبوا شركة الخليج وصبت شركة البريقة. نعم. تنادت شركة البنغازي تنادوا. وكان زعلان مني السيد رضا وقمعز، قال أنا زعلان وأنا أمتى عمري يعني ما قصرش معاكم في هي السلم الوطنية. نعم. ولكن قلت أنا عمرك ما قصرت، ولكن كان نحن موقفنا يعني عند ما صار الانفجار وقعدنا برواحنا ما فيش حتى وصل معنا. أنا جاني أستاذ صالح منسية من شركة البريقة. نعم. جاني بدون ما كلمة. قال لي أنا عندي سيارة واحدة وحاطها في المينا باش على الاقل ممكن تنزل الغاز ولا البنزينه ولا حاجه تبقى ستاند باي عند الحركه بتاع الاطفاء اللي موجوده داخل المينا عاطله. انت عارف سياره النفط. نعم. بعد ما درس المينا في سياره الدفاع المدني تكون موجوده مفروض. في منظومه اطفاء كانت تشتغل داخل المينا بدون سياره يعني هذه عاطله، ولكن قال لي هنا ممكن نقدم لك جميع الاستشارات ولو استدعت. هم هكذا رجال بنغازي دائما يتنادون في سيادة العميد عبد العزيز العرفي. على طول أعلن حالة الطوارئ وحالة استعداد 100% في هيئة السلامة الوطنية وطالب بتشكيل غرفة عمليات داخل مقر هيئة السلامة الوطنية. تم استدعاها من خلالها مسؤولين الشركات النفطية وحضرت اجتماع معاهم. نعم. وشكلنا فريق عمل، وطبعا خليناها طبعا الوحدات الاطفاء الخاصة بالشركات النفطية مرتبطين بغرفة عمليات هيئة السلامة الوطنية في بنغازي، يعني في حالة المساندة والبرنامج حيتواصل مع بعضهم في هذا الأمور. نعم. نتجه منك الأستاذ رمضان. نرجع نعم حنعود لك أستاذ رمضان، مرحبتين بك معايا مجددا.
مرحبا. نعم استاذ رمضان. نعم مرحبا استاذة. السلام عليكم. استاذ رمضان، لو تحكينا عن السلامة في المنازل والمدارس، احنا بدري طرقنا الى جزء بسيط منها، لكن لو حكينا عليها الان بطريقة اكثر، او كيف نوصلوها لابنائنا ولامهاتنا اللي في بيوتهم واللي اساسا في المدارس، يعني هذه طرق السلامة الاولية اللي المفروض ان احنا نتعاملوا بها مستقبلا وتكون في مناهجنا، يعني بعض ربما النصائح اللي توجهها لربات البيوت للاطفال لايضا السادة المشاهدين معنا الان. نعم يا أستاذة، بأمانة دور الوعي والتثقيف في السلامة والصحة المهنية بالذات، أو مكافحة الحرائق، أو تسهيل الإجراءات اللي هن الوقاية في الحفاظ على الكل الموجود في أماكن العمل على سبيل المدارس أطفالنا أو في البيوت، يعني نناشد التعليم وزارة التعليم في مناهجها، وكان نبدو حتى في المرحلة الابتدائية دور وتوعية الأطفال من مخاطر الكهرباء في المنازل، يعني نبينوا لهم أن لازم يكون عنده ثقافة ووعي أن وجود خطر داخل البيت أو داخل حتى المدرسة، فأثناء خروجهم حتى فأثناء خروج الراحة الاستراحة هو نزولهم من الفصول إلى الساحات فأثناء وجبة الإفطار لازم يكونوا خروجهم بنظام في العين عليهم، لأن الأولاد طالعين باندفاع، لازم يكون في تخطيط في خروجهم، في حالة نشوف أي حريق أو طاري لازم يكون عندهم من يرشدهم لوصولهم للنقاط التجمع الآمن لوصولهم بطريقة آمنة أقل خسائر. برضو هذا يكون في المدارس في برامج في منهجيات في بعض الإرشادات تطرح في المنهج الدراسي. نعم. بعد يرتقى من الابتدائي بعد الاعدادي، الاعدادي يكون يعني يعطوه مسؤولية أكثر، يعطوه معلومات أكثر، بالإضافة إلى الثانوي وهكذا، لأن يصل المرحلة الجامعية، لأن مش يكون هو السلامة رأوا مهمة جدا، لأن لما نقول أنا سلامة رأوا حفاظ على الأرواح، والحفاظ لما نحافظ على الأرواح هو العنصر البشري يسبب الأخطار في كل بيئة عمل. نعم. بالإضافة إلى لما يكون عنده إجراءات وقائية يبدأ حافظ على بيئة العمل متاعه، على العاملين اللي عنده، على الخبرات اللي موجودة داخل بيئة العمل، بالإضافة إلى يكون ترتقي هذه مسؤولية المسؤولين في السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل في المنازل. برضو المنازل مهم جدا، لأن ربات البيوت بدأت فصل الشتاء. نعم، خاصة الآن كثيرا خيوط الشحن في البيوت وكثيرا يعني الوصلات في كل مكان، فنتمنى أن فعلا نخصوا حلقة للسلامة المهنية وفيها نصائح كثيرة جدا لربات البيوت، يعني ونتمنى السلامة والعافية تعم كل البيوت. شكرا لك سيد رمضان رئيس اللجنة أو عضو اللجنة العليا، شكرا جزيلا لك سيد توفيق. ربما كلمة أخيرة لحضرتك لأن وقتنا تقريبا نفذ. طبعا يعني نتهز الفرصة طبعا بتقديم كل من سندنا في هذا الاحتفال. أنت عارفة ما فيش أي إدارة عامة يعني عدا الأستاذ أحمد بريدان في صندوق التضامن الاجتماعي، نذكر الأستاذ رجب المهدوي مدير إدارة أكاديمية دار الامتياز، نشكر طبعا الأستاذ رؤوف التجوري من نخلة المباركة، والأستاذ سلوى المحجوب يعني كان لها دور عظيم. تشكر كل من سندكم في الاحتفالية، كل من سلم طبعا، ولا ننسى شركة الكهرباء. نعم شكرا لك صراحة شرفت كهرباء لها دور كبير. أستاذة تهاني كلمتك الأخيرة. أولا نقول لهيئة السلامة كل عام أنتم بخير. نعم. وإن شاء الله كل عام أحسن من عام بإذن الله، وإن شاء الله ربي يحقق لهم أمانيهم يا رب العالمين. نعم شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لكم ضيوفي الكرام، شكرا لكل من تابعني، وأكيد لكل مشاهدينا الكرام. نقول حب الوطن هو الدافع بكل روح معنوية، رجال هيئة السلامة الوطنية يتوعدون كل من يعبث بأمن بنغازي وبخرابها أنهم حيكونوا لهم بالمرصاد بأضعف الإمكانيات وبأبسط ما لديهم، فتحية لهؤلاء الأبطال وكل عام وهم بخير. شكرا للجميع، شكرا لحضراتكم.